فستان يا طبقة يا الأغنية مش خلعة مش عايزاها مش خلعة يا لو يا الأغنية مدلعة وهي مش مدلعة يا في أي في حاجة على طول أكتر بين الدلوعة على سارة اللي كنت على فكرة يا سارة أنا لو حد قال لي كده ما اسكتش والله صراحة سارة ما بتزعل جوري ناعم بقى جوري ناعم بقى وبوسي جوري بصي بص لك ازاي وانا ما بغسل بنت عشان شاب حتى لو ما كنت بحبها مبدأ من مبادئ لا 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 مش قصدي عنك شوف انت حتى لو كنت بحبها عليكي بجاحة على فكرة والله العظيم سمعتي هي فاهمة علي ولك عراسي انت فلسطين وأهل فلسطين كل طق وموت طق وموت لسه قلت لك بس واحدة استني وهو بقى ثواني ما حدش يجي يبدأ زوج استني بقى استني تاج راسكم استني بقى لك يا الله خلاص لا مو بس قفشة منكم قفشة كمان مني انا يعني قال لك يا الله الله يحميني الله يا ليان عديها عديها عدي والله اني والله ترى حلو قولي لي كده القرار دي القرار تاج راسكم ده ادوق الله واحد اثنين ثلاثة وفريم أكثر أربعة بحبهم وأنت عم تنضم لا والله إني بحبك والله وجمبير وعبد السلام ورحمة الله يعينك أكيد بترجع طلعي لا والله إني بحبك والله بحياة أمي إيش هي؟ كنت عم تدعس مرتين امسك ايدك انا امسك ايدك انا بعظمتي امسك ايدك انا مبسوط انت عارفه والله العظيم اقول لك على اعتراف انا كنت حاسس ان ميدو هيعمل فيك ما انا كنت عشان هيك حلفته قلت لك لا 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 قلت لك بحياة امك الموضوع جدي وحياة الله جدي لا مسخرة طلع عيب لا لا ما انا بحلفش كده لا بجد الموضوع كان بجد والله ابدا قلت لي والله العظيم عايزني في موضوع قلت لك والله العظيم عايزني في موضوع بس قلت لك بحياتك انك الموضوع جدي قلت لك والله العظيم عايزك في الموضوع اعطيني مخدرات اعمل ايه بقى اكتر من كده وبعدين هو ما طلبش منك انت اي خدي بالك انك لو نسيتي في يوم اللي انا قلته حالا دلوقتي هتقري بكل حاجه والله يا حبيبي خبطش على ايدي حبيبي والله لا خبطش على ايدي بقول هبلعك ما انا عارف الراجل ده دبوزه عندكم لا صرت احكي كان نفسي تشوف الاكشن الاكشن تحفه اللي هو انا بحكي لها وبهرج فعايز اعمل جد وراحت هي مره واحده ما انا عارف اللي هو رحت انا ماسك نفسي قوي اللي هو مش قادر بس عايز والله اني انا حماره بس ايه احلى حاجه طلعنا فوق اول ما طلعنا فوق مش معايا ايه ده قولها دايما بس بالله هديه لاني بحبها وبجنن ايش فيها عندي؟ ما اعرفش بس فيها شو قالوا لي؟ شو ما قالوا لي؟ شو عملتوا فيها؟ يعني وانت ملونه كده تعالي كم عادي شغاله ولا انت بنت طيبه وبنت ناس واي شاب والجو الافلام دي مش هيك ابدا شبع البعض تبقى تسبل وبتاع الله يعني انا عايز اقول لك ان يعني لا تنفخي قول قول عيونك عايز 10 بنات رجع انا طالع انا ايه لا ده انا بقى قلت انا طالع بعد شويه كده طلع انا عايز حاسه انه الجرس رح يرن هتعمل زيه قلت لها لا انا عمري ما رسمت حاسه انه في جرس رح يجي وعروسكم مش حيرن خليني مع صاحبتي حبيبي بالنص والله ابدا بس هي هي بتقول ان هو على التلفزيون يعني في بنات في الاكل معجبين بيك فرحت هي انا بكلم بقى بهرج قالت لي طب ما انا عارف اقول لك طلع طيب فيعني انت ونسمه يعني اصل لو نسمه راحت قالت هيبقى باينه ان هي فانت ونسمه كل شويه يعني واحده فيكم تبين يعني انا وضربته كده عشان هي تفهم وبتاع تخيل موقف الحقير اللي حصل فيه ايش هاد؟ هاد لساني